اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم بحول الله موعدنا مع وصفة جديدة من وصفات الروبوت ثيرموميكس، رائعة بنينة ولذيذة تعشقها الكبار والصغار، وهذا هو وقتها. فإذا كنتم اول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم، هذه الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا الينا القناة وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما تنزل في القناة. ولا كنتم من الاوفياء القناة تجد الترحاب بكم. لترغب في وصفات من هذا النوع بدون الروبوت ثيرموميكس، مرحبا به معنا في قناة وسيط الشيف لطيفة، تنتقاسم معكم فيها عدة وصفات بدون هذا الروبوت. دوزو نكتشفوا المقادير وطريقة تحضير وصفة العدس بالخضر. في الروبوت ثيرموميكس ندير مطيشة، اي نوع عندكم، 190 غرام، ونطحن 15 ثانية، سرعة 10، نجمع اللي عندي في الغطا ونزيدو في البول، نزل كلشي لتحت، نزيد بصلة 160 غرام، جوج دروس توم، نسد، نشلط البصلة، برمج 3 ثواني، سرعة 7، دائما اللي في الغطا نجمعوه نديروه في البول، ودابا غادي نغسل الغطا، نزل كل شيء لتحت، نزيد 20 غرام زيت الزيتون، نسد غير بالبانيل، نشحر هاد المقادير، ندير 3 دقائق، حرارة 100، سرعة 1. من بعد ما تسحر هاد المقادير غادي نزيد العدس اللي مفزقاه ليلة كاملة ومغسول مزيان باش نحيدو منو حمض الفيتيك. غادي نزيد نص كيلو تاع العدس مفزق، اي رابعة ما مفزقاش، اي ما مرطباش. معلقة كبيرة تاع القزبر ومعدنوس اللي مقطع مسبقا، ولا ما كانش عندكم مقطع شلضوه مع البصلة. غادي نزيد واحد الجزرة اللي مقطعة دوائر بهذا القياس، 60 غرام فيها، بطاطا هي مقطعة مربعات، معلقة صغيرة تاع الطماطم المركزة، نص معلقة صغيرة تاع تحميرة، كمون، سكنجبير، إبزار، خرقوم عواد، الملح حسب الذوق، 500 غرام الماء، نحركو هاد المقادير، غادي نسد بالبانيي، ندوزو نطيبو هاد المقادير، غادي نبرمج 35 دقيقة. وعلى فكرة جميع أنواع الثيرموميكس يمكنها طيب هاد العدس، حرارة 100، اتجاه معاكس، والمعلقة. بعد ما تيتقاضى التوقيت تاع الطياب، هذا هو العدس تاعنا، تيجي على هذا الشكل، الخضيرة طابت، تشوفوا معايا طاطا، والجزر حتى هو طاب، وهكذا تنوصلو نديرو وصفة العدس، تجي بنينة ولذيذة.
رائعة في المذاق، تيعشقوها الكبار والصغار. فلا عجبتكم الوصفة جربوها، وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليها بالبارتاج واللايك ووضع تعليقات، بارتاجيو الوصفة مع الأهل والحباب باش تعمل فائدة. واللي تيرغب في وصفات من هذا النوع بدون الروبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة رشيد شاف لطيفات، نتقاسم معكم فيها عدة وصفات بدون هذا الروبوت. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.